أهلا بكم من جديد. تجاوزت كمية الأسهم ووحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 16 مليون و108 آلاف سهم ووحدة بقيمة إجمالية تجاوزت 5,312,000 دينار، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 353 صفقة. المزيد من التفاصيل في سياق العرض التالي. حذرت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني من رسائل احتيالية تتضمن التواصل عبر تطبيق التراسل الفوري واتساب مستخدمين أرقاما مختلفة، وذلك بدعوى تأمين استخدام البطاقات البنكية للأفراد. وأوضحت الإدارة أن هذه الرسائل عمليات احتيالية القصد منها اختراق كلمة السر لمستخدمي خدمات البنوك عبر الإنترنت، مشيرة إلى أن البنوك لا تطلب أي معلومات أو كلمات سر عبر الرسائل النصية، داعية إلى عدم التعامل مع تلك الرسائل والإبلاغ عن أي شكوى أو استفسار أو ملاحظة على الخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني 992 على مدار الساعة. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. وقعت الهيئة العامة للاستثمار السعودية اتفاقية تعاون مع شركة المدارس المتقدمة تهدف إلى تطوير وتسويق الفرص الاستثمارية والعمل على تفعيلها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. ووقعت الاتفاقية عبر منصة استثمر في السعودية شركة المدارس المتقدمة صفقات استثمارية واتفاقيات تعاون في مجال التعليم الأهلي تقدر قيمتها الإجمالية ب 2.9 مليار ريال. تضمنت اتفاقية تعاون مع شركة تطوير المباني لبناء وتشغيل وصيانة 58 مجمعا تعليميا بالمملكة لمدة 3 سنوات أكاديمية وبطاقة استيعابية تصل إلى 70,000 طالب، بما يسهم في توفير 5,000 فرصة عمل.
أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير لتستقر عند 12.25% وسعر فائدة الإقراض عند 13.25%. وقال البيان إنه بعد خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بمقدار تراكمي بلغ 350 نقطة أساس خلال الاجتماعات الثلاثة السابقة، فقد قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط. أعلن كبير محللي التصنيف السيادي في وكالة فيتش أن مالية لبنان غير المستقرة تعني أن البلد الذي يعاني أزمة يبدو من المرجح أنه سيتخلف بطريقة ما عن سداد ديونه، بل ومن غير المستبعد أن يعمد إلى السيطرة على جزء من الودائع المصرفية للمدخرين على غرار ما حدث في قبرص. وطفت مشكلات ديون لبنان على السطح مجددا هذا الأسبوع بعد ظهور تقارير عن مسعى من السلطات هناك لمحاولة تأجيل تسديد بعض السندات التي يحين موعد استحقاقها هذا العام. تعهد البنك الدولي بتقديم كافة المساعدات الفنية لتطوير نظم الري في السودان، وأعلن عن إرسال فريق عمل مشترك ومتعدد التخصصات لإجراء دراسة تقييمية لأجل الوقوف على الاحتياجات الأساسية لوزارة الري ومن ثم تحديد المعالجات اللازمة. وقام وزير الري والموارد المائية ياسر عباس على هامش مشاركته في مباحثات سد النهضة الأثيوبي بواشنطن بزيارة إدارة قطاع المياه في مقر البنك الدولي. واستعرض الوزير الجوانب التي تحتاج وزارته فيها إلى الدعم الفني كتطوير نظم الري بما يحقق ترشيد استخدام المياه مع زيادة المساحات المروية وبالتالي زيادة الإنتاجية، كما تطرق إلى التدريب ورفع قدرات الكوادر بوزارة الري. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. بريطانيا تدفع 650 ألف دولار لتسمع صوت جرس ساعة بينج بن لمدة 10 ثوان. قال نينغ جي تشي رئيس المكتب الوطني للإحصاءات في الصين إن بكين ستبقي على سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية حصيفة في 2020، وأنها ستتخذ المزيد من إجراءات الدعم مع مواجهة الاقتصاد ضغوطا نزولية. وتأتي تصريحات نينغ بعد بيانات رسمية أظهرت في يوم الجمعة نمو اقتصاد الصين بنسبة 6.1% في 2019، وهي أبطأ وتيرة في 29 عاما على الرغم من أنها ما زالت تقع ضمن المستهدف الحكومي الذي يتراوح بين 6 و6.5%. أصدر فريق الدفاع عن رئيس مجلس إدارة الشركة الهارب كارلس غصن بيانا جديدا في محاولة جديدة لمواجهة اتهامات شركة نيسان ضد غصن. وكانت مجموعة نيسان موتوركو أحالت الخميس اتهامات جديدة لبورصة طوكيو ضد كارلس غصن الذي خالف شروط الإفراج عنه بكفالة وفر إلى لبنان في وقت سابق من الشهر الجاري. وأضاف فريق غصن القانوني أن نيسان لم تحاول مطلقا إجراء مقابلة مع غصن أو غريغ كيلي وهو مسؤول تنفيذي آخر يواجه اتهامات بسوء السلوك المالي، وأضافوا أن الشركة لم تزعج نفسها بالسعي لمعرفة الحقائق. وصلت القيمة السوقية لشركة ألفابت المالكة لجوجل إلى تريليون دولار للمرة الأولى لتصبح رابع شركة تكنولوجيا أمريكية تحقق هذا الإنجاز. وارتفع سعر سهم شركة الإنترنت العملاقة 0.76% خلال النهار لتصل قيمة ألفابت إلى تريليون دولار مع إغلاق التعاملات.
وتنضم مجموعة ألفابت في حي السيليكون إلى شركة أبل التي حققت التريليون كقيمة سوقية عام 2018، وتجاوزته الخميس إلى 1.38 تريليون دولار، ومايكروسوفت التي وصلت قيمتها إلى 1.26 تريليون دولار، وأمازون التي تخطت حاجز التريليون في سبتمبر لكنها عادت وتراجعت إلى 930 مليار دولار. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. بعد أسبوعين ستجد بريطانيا نفسها بعد ثانية واحدة فقط من بداية شهر فبراير، وقد أصبحت خارج الاتحاد الأوروبي، وهي لحظة تاريخية لا يريدها البريطانيون أن تمر مرور الكرام، بل أن يضج صوتها في أذني العالم. ولكن المشكلة هي أن أشهر ساعة بالعالم متوقفة منذ منتصف 2017 عن العمل في ترميم شامل ينتهي بعد عامين، ويشمل جرسها البالغ وزنه 14 طناً. فوجد البريطانيون الحل السريع والمتوفر، ووجدوا أنه يكلف 650 ألف دولار لإزالة السقالات عن جرس الساعة وبناء أرضية جديدة مؤقتة تدعمه فيدق بونغ لعشر ثوان فقط. وبالدقات تحتفل بريطانيا بالخروج من رحم الاتحاد وتبصر النور بلدا مختلفا تقريباً.